ففريرا خلاص مش هو فريرا اللي راجع يدرب ويراجع، انت مع كان عودته؟ عنده طموح. لا طبعا مش مع عودته. لا طبعا، انه فريرا دلوقتي مش هو فريرا العائد عشان يجي يعمل بطولات. فريرا راجع عشان مشكله الشرط الجزائي ومشكله ماليه فقط، هيقعد ماتش واثنين والثلاثه الثاني مش هتاخد منه، لانه حتى اللعيبه بعض اللعيبه خلاص يعني خلاص. انت راجع، انت بتقول لنا 9-1 رافضين فريرا، طب ايه اللي حصل فجاه فريرا تاني يرجع ليه؟ هل انت مثلا بتحاول تستفاد من شعبيه فريرا مع الجمهور، تهدي الناس شويه على الازمات اللي حصلت ومجلس الاداره بعد رحيل امام عاشور، عدم التعاقد، فبتجيب واحد شخصيه مثلا لها جماهيريه؟ اعتقد حتى فريرا فقد جزء من جماهيريته بالرحيل وموافق على العوده، وفي لعيبه برضه رافض عوده فريرا. فريرا راجع بسبب ازمه ماليه. لا انا بقى مع كامل التقدير، مفيش حاجه اسمها لعيب يرضى في اداره، حتى لو احنا مختلفين مع قرار الاداره احنا ننتقد القرار، مش حقنا احنا كاعلام، لكن اللعيب لعيب. في لعيب بتاع، هو انت بتقول وجهه نظر رافض يا لا في وجهه نظر عبر يعني، في لعيب حاسس ان هو الراجل بعد ما مشي يرجع تاني برضه مش متقبله. لا مفيش حاجه اسمها اللعيب لعيب عليه ان يلتزم، هو في اللعيب هيمشي يا استاذ محمد، هو اللعيب هيمشي بليغ. لكن هو مش مبسوط بعوده لا ماشي، بس عليه ان يلتزم ويدي للنادي ويجتهد ويشتغل ويتمرن. انا قلت اللعيبه، انا قلت اللعيب، اي اداره تسمع اللعيب؟ انا بتكلم من حاجه، اي اداره تسمع يا جماعه؟ انا بتكلم بس في جزئيه، هل اللعيبه قلنا انه رفضت وقال لك هنقاطع او مش هنلعب؟ انا قلت في لعيبه عبرت عن وجهه نظرها، طب هو ماشي هيرجع ليه تاني؟ بس لا من حقه اللعيب يتكبر، هو اللعيب ما بيتكلمش مع بعض ولا يعبر، لا بيتكلم. هو راجل، بص يا استاذ بليغ، هو راجل شغال في النادي بياخد راتب كبير عشان يؤدي في الملعب، وتقول له بقى قياده بليغ ابو علي، قياده محمد عبد الجليل، قياده محمد شبانه، قياده فيريرا، تجيب اسامه نبيه، تمشي اسامه نبيه. طب ما الراجل بتاع النادي ايه يا جماعه في ايطاليا فكروني، خسر 8 مشى المدرب كان اسمه ايه؟ انا مش بدافع قرار الزمالك، انا ضده على فكره. بس انا بتكلم في مبدا تاني برضو، ان اللعيب لازم يلتزم. ومشي المدرب، خسر 8-2 يا كابتن في الدوري الايطالي، كان اسمه ايه النادي يا جماعه؟ انا مش فاكر. فيورنتينا. لا. والله هجيبه لكم دلوقتي. حصل ايه؟ الراجل مشى المدرب. قعد 3-4 ايام مش عارف، مش محدش عايز يجي مره. كلم مدربين كبار حتى. محدش عايز يجي. محدش عايز يجي. اضطر انه يرجع ايه؟ الراجل. الراجل، والراجل رجع والفرقه بتكسب. يعني مع انه قرار انت مستغربها ليه؟ طب مع في الاسماعيلي عملها مع حمزه الجمل، يعني انت جايب ليه نموذج من بره وحصل في مصر السنه اللي فاتت، يحيى الكومه مشي حمزه الجمل ما لقيش حد، قال له روح، بعد كده قال له تعالى تاني. انا بتكلم على فكره ان هو دلوقتي، هل فيريرا راجع على اساس انه نادي الزمالك مش عارف يوفر الشرط الجزائي؟ هل فيريرا راجع ان هو دلوقتي هيبقى مجرد اللي ان هو جاي يرجع تاني ويحاول يكمل مسيرته، ولا امور مرتبطه بامور ماليه؟ هل فيريرا هيتعاون مع اسامه نبيه؟ هو اسامه نبيه دلوقتي اقوى، الشخص الاقوى، مش فيريرا اختلف معاه؟ هو اسامه نبيه مش ليه؟ انا بقول لك عشان مشي. مش اسامه نبيه ليه؟ سيبك بقى من قال لي مبروك وبعت له وقال لي مش عارف ايه ونتعشى سوا. لا لا لا، انا بكلمك في اداره فنيه الفريق. ايوه، هل اسامه هيبقى صعب؟ هل ده في مصلحه الفريق؟ انت داخل على بطوله افريقيا وداخل على تكمله الدوري، كابتن اسامه دلوقتي اقوى برضه، سيبك من اقوى او اضعف، انا بكلمك على حجم نادي الزمالك. الفريق اسمه سالينيتانا. اسمه سالينيتانا ولا سالينيتانا؟ هو ده الفريق اهو، المدرب كان اسمه دافيد نيكولا. ده مدير فني رجع تاني اهو، مدرب ليه كويس وله شعبيه على فكره، زي فيريرا كده وسط الجمهور هناك، وقعد النادي الموسم اللي فات كان هيهبط، قعدوا في الدوري. فانا بتكلم في المبدا، اللعيب حتى لو احنا مختلفين مع الاداره، لا يعني احنا نطلع نتكلم احنا كميديا او محللين نختلف، ده شغلنا، لكن اللعيب لا يلتزم. لعيب لعيب يلتزم. واللعيب ده مش جزء من المنظومه بيتاثر بيها يا جماعه برضه؟ ما هو انا معاك، اللعيب ده مش جزء من المنظومه. ايوه، ما هو اللي حصل، هو اللعيب النهارده لعيب الزمالك لما شاف زميله والمدير الفني بيتاثر، فتوح حالته النفسيه سيئه، اقول له لا انت مالكش دعوه بفتوح، لا ده سيبك منه. لا ما هو متاثر برضه بزميله. انا بص لما يجي النهارده أنا فتوح، اللعيب يسمع ان هم المسؤول، ان غرفه خلع الملابس دي كلها شلاليه، انا اقتنعت بكلام الاستاذ مالك جد، ان الولد في جرح في قلبه. اصل الكابتن عبد الجليل قال انا قلت لا ما ينفعش ولازم يلتزم، دي مساله نفسيه خارجه. هو قال لي حته فعلا انا بصيت لها نفسيا، صعب ان انت تخرج منها بسهوله. احنا كمصريين عاطفيين، عارف لو بره اقول لك مش فارقه معاهم، هنا احنا عاطفيين قوي، فانا متعاطف معاه. ففتوح ده فعلا حاله خاصه، عشان كده فتوح عملت له فيلر وقلت له كلنا في ظهرك. انا بصراحه انا مش عايز نلعب كوره، حط لي يا جماعه. طب انا اقول لك فتوح كلنا، انا بعد اذنكم يعني انا كنت متعاطف مع فتوح حتى ظهور نتيجه المنشطات.
خلاص انت ربنا انصفك النهارده وكلنا معاك هتقول الصوره النهارده ربنا انصفك وظهرت النتيجه ان انت ما عليكش حاجه خلاص انت نفسيتك دلوقتي يعني معنوياتك لازم ترتفع وتبدا ترجع جامده يا فندم وبعدين تيجي تطبق عليا النهارده لما في واحد بيتعرض لظلم وبيحصل على حكم بالبراءه اكيد الامور بتتغير لكن هل هو هيعيش هل هيعيش فتوح في الجرح ده هيبقى ملازم على طول لازم يبدا يتخلص عشان يرجع والا ولا في حد بيتكلم معاه فعلا أولاً وبيلعب في دماغه أولاً في حد بيلعب في دماغ فتوح مش عاوز يرجع بيرمي عليك يا جارة أولاً لما بقول لك يا بليغ الأهلي أكبر أكبر بجد من إن هو يصطاد في المية ده مش سهل بكلمك بجد ده مش سهل لما أنا عارف بس أنا برد عليه بلسان الأهلي ده هو عايز يتكلم الأهلي أكبر بجد إن هو يفكر إن يصطاد فتوح بعد سنة عايز يجي الأهلي يا مرحب إنما ما يقدرش الأهلي يصطاد دلوقتي يعني زي ما قال ده انا وانا بعد حاطط صعب وانا اقول لك انا تاني ازيدك صالح ده عايز يفتح حته فتوح والاهلي وانا اقول لك وانا ازيدك فتوح مش هيروح الاهلي طب وماله بالعكس ده انا بقول انا الاوان انا الاوان انه خلاص فتوح خلاص اتخدت يعني ايه النهارده كل الجميع يعلم انه فتوح تعرض للظلم مبين خلاص ابدا بقى تخلص من دي هيعيش فيها يا استاذ محمد قد ايه لا لا احنا عايزين كلنا فتوح يعود ومن خلال نادي الزمالك خد بالك اهو الكلام واضح ويتالق من خلال نادي الزمالك النادي اللي بيتكلموا بعيدوا عنه بس لا بس هو انا بقول لهم فتوح مكمل في الزمالك لا على فكره دول وسطاء ما بين فتوح والاهلي مش الاهلي يعني في انا بقول لك اللي بيتكلموا والوكلاء انت عارف زي ما ميدو قال كده يعني بعيدوا كده شويه ميدو في الزمالك قال لك ايه قال لك كره القدم مسروقه من مسروقه بالوكلة وانا قلت الكلام ده كام مرة يا نهار ابيض قلت هنا ده عايز حلقات هو لما اشتغل مدرب ميدو رجع بعد سنين قال لك ده انا فوجئت فات اربع خمس سنين رجع انا الكابتن ضايع السيد مش وكلة مع لعيبة بس قال لي من مدربين قال لي من يدير كرة القدم مافيا 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 لوكل هو 17 مدرب اللي بيتشالوا ولا بيتغيروا مين السبب فيه؟ مظبوط ما لعبة وكلة طيب عشان كده بقول لك ان فتوح ما ممكن يكون وسطاء وكلة يعني في الاخر عايزه ايه؟ سيبك من هو عايز اللعيب يرجع ويلعب اهلي وزمالك لا ده في الاخر هي صفقه هتلم من سبوبه طيب اللي انا عايز اقوله انت نسيتني كنت عايز هو شوف اولا جامنا من طريق راس الرجاء صالح توهنا الاهلي عشان ما سالتكش على امام عاشور الوكلاء دول اللي بما انك عارف الوكلاء دول بيتكلموا هو عاشور ولا ما بيتكلموش دايما في مبدا قانوني اسمه يا كابتن البينه على من ادعى اي حد يتهم اتهام لازم يكون عنده دليل او يسكت ليه؟ لأن الاتهامات دي بتبقى جارحة، اتهامات الذمم أو اتهامات الأخلاق دي اتهامات جارحة. إما عشان أطلع أتهم لازم أكون عندي بينة، لو ما عنديش البينة أبقى أنا راجل مفتري. لذلك القانون عمل إيه؟ قال لك تقاضي من اتهمك اتهام خاطئ وتطلب تعويض لما تاخد براءة. من حقك تطلب تعويض. ده كان في القانون. ليه؟ المشرع عمل كده يا كابتن. ليه بقى؟ عشان يديك كل حقوقك النفسيه والماديه والتعويضيه انك بتثبت كل حاجه لكن يا فرحات انت اتهمتني اني سرقت وبعدين ثبتوا براءه طب ما الاتهام التصق بيا انت عارف ممكن تتهمني انا اقول لك حاجه انا ما عنديش فكره انا وجهه نظري في حاجه ان انا وحش انا انما حاجتين ثلاثه تتهمني فيهم تقيله يعني مخدرات ومخدرات انا اتكلمت حاجات تقيله قبل ما يصدر القرار قلت من حق فتوح اللوائح الاتحاد الدولي بعد ما تعرض له يديله حق يفسخ عقده هو كان ممكن يستغل التصريحات دي واستغل براءته دلوقتي تختغرها لكن ما دام فتوح حتى الان لم يعلن وانا مش عايزين نفسخ متمسك بنادي الزمالك ما انا بقول لك اهو لسه ما برضه في الاخر طب ما انا بقول لك عايز وقت ونادي اتربى فيه يا استاذ نفسي انا بقول لك ده عايز وقت فعلا حتى الان فتوح ما استخدمهوش واعتقد انه ليه ما استخدمهوش خلاص طيب. لازم يبدا يرجع طب ليه ما استخدمهوش رغم اللي حصل طب ده سؤال فتوح راجل ليه ما استخدمهوش يبقى اذا في صراع نفسي صراع نفسي ما بين اتربى في نادي الزمالك صراع نفسي يا كابتن ما بين انت مش قادر تسيب النادي اللي نشأت والجمهور وفريقك وبطولات من وانت طفل صغير طب هنقعد لامتى يا محمد ما هو لازم تبدا مرحله مش جديده مش تقعد امتى ما انا معاك طبعا يخرج يعني وفريقك محتاجك وجمهورك اللي بيحبك وتعاطف معاك محتاجك يبقى هو محتاج فلازم إيه؟ خلاص تبدا محتاج تبدأ يا كابتن تتغلب يبقى محتاج علاج نفسي مش علاج نفسي طبيب نفسي علاج نفسي محتاج دعم عشان كده انا قلت ايه كلنا بندعمك يا فتى لازم يحس ان كل الناس بتدعمك